أما الآن ينضم إلينا مراسلنا من بغداد العاصمة علي عبد الكريم. أهلا بك علي. علي، كيف تبدو أجواء استقبال عيد الأضحى المبارك؟ مرحبا بك زميلتي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. يعني هناك استعدادات لكن بسيطة، نشاهد هناك ركود كبير في الأسواق العراقية يختلف عن الأعياد السابقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار، وبالتالي هناك ارتفاع لأسعار البضائع وهناك غلاء بالنسبة للأسعار كما يتحدث المواطنين هنا في بغداد. لا حظر جزئي، ويعني حظر جزئي من الثانية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، وبالتالي هذا لا يؤثر على حركة السير في بغداد. هناك استعدادات في مدن الألعاب وفي المولات وفي الأماكن الرئيسية في بغداد للعيد، بالتالي هناك أيضا ارتفاع بأسعار أو هناك ارتفاع بأعداد الإصابات بكورونا. نشاهد هناك بعض المستشفيات امتلأت بأعداد المصابين في بغداد مثل مستشفى الكاظمية وبعض المستشفيات في مدينة الصدر في بغداد، لكن لا نشاهد هناك وقاية من هذا الموضوع. بالتالي شاهدنا تحذيرات من خلية الأزمة ومن لجنة الصحة النيابية وأيضا من وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامات والوقاية خلال ساعات النهار الأخرى، وأيضا فيما يخص التجمعات هناك تحذيرات كبيرة بالتزامن مع التحذيرات من دخول البلاد في موجة جديدة من كورونا، وبالتالي نحن نحذر المواطنين خلال العيد وأيضا خلال تجوالهم في أيام العيد بضرورة ارتداء الكمامات وأيضا التباعد الاجتماعي لسلامة المواطنين. نعم، يعني إذا لم توجه حتى الساعة، يعني أولا لا حظر للتجوال في هذا العيد علي، وما يتعلق بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة، هل وجهت يعني المواطنين بشيء خلال أيام عيد الأضحى المبارك؟ يعني لغاية الآن لا حظر للتجوال، فقط الحظر الجزئي المعتمد وهو من الثانية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحا. هناك ارتياح يعني من قبل المواطنين بشأن هذا الحظر، يعني هو الكثير هم لا يطالبون أكيد بحظر التجوال. سيكون هناك تجاور للعوائل، مدن الألعاب ستكون مفتوحة، المولات ستكون مفتوحة، وبالتالي الكثير يعني أيضا حتى من أصحاب العمل ومن يعيش على قوته اليومي مرتاح من هذا الموضوع. يعني مثل ما تعرفون الكثير يعتاش على هذه الوضعية، يعتبر مصدر رزقهم في هذه الأيام خاصة في مدن الألعاب والمولات. نعم نعم، شكرا جزيلا لك علي عبد الكريم مراسلنا من بغداد العاصمة.